صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول أن سبب تعيين أولي العزم الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام هو قصد الناس إياهم يوم القيامة بالشفاعة، ويقول إن الحديث شمل آدم عليه السلام معهم، ولكنه خرج بقول الله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما، فهل هذا كلام مقبول؟ أنا لا أعرف هذا الكلام، وكثر اللي يتكلمون الآن ويتخرصون يفسرون كلام الله من عندهم، هذا لا يجوز للإنسان، يتوقف على ما ورد تفسير مأثور ومضبوط وله أصول، ما ممكن يتكلم في التفسير من عنده في رأيه. نعم.